السلام عليكم، نرحب بكم جميعا في شركة تطوير للخدمات التعليمية ونتمنى لكم التوفيق. موضوع الدرس لهذا اليوم هو عن التغير الطردي، الجزء الثاني من هذا الدرس لمادة الرياضيات الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني. في درسنا لهذا اليوم سوف نتذكر كيف كنا نوجد النسبة الثابتة وكيف كنا نحدد العلاقة الطردية بين أي كميتين، بالإضافة إلى حل مسائل عن التغير الطردي. بداية، متى تكون العلاقة علاقة طردية أو متى نسمي العلاقة تغيرا طرديا؟ عندما تكون النسبة بين كل كميتين متغيرتين ثابتة، أي أننا إذا قسمنا الصاد على السين بين أي كميتين يكون لدينا ناتج ثابت، نسمي هذه العلاقة تغيرا طرديا، والناتج الثابت يسمى ثابت التغير أو النسبة الثابتة. التعبير اللفظي للتغير الطردي هو علاقة تكون فيها نسبة صاد إلى سين ثابتة ونسميها كاف، ويعبر عن ذلك بأن صاد تتغير طرديا مع السين، مثل ما ذكرنا في السابق أنه إذا قسمنا الصاد على السين يكون الناتج ثابت. وإذا أتينا من ناحية الرموز فإن كاف التي هي النسبة الثابتة هي عبارة عن صاد على سين، إذن دائما لابد أن نقسم الصاد على سين، أو أن صاد تساوي كاف في سين حيث كاف لا تساوي الصفر. مثال على العلاقة الطردية الموجود أمامنا الذي هو صاد تساوي 3 سين، فهذا الميل يعتبر النقاط التي فيه أو يعتبر علاقة صاد مع سين علاقة طردية. في التغير الطردي كنا نستطيع أن نوجد ثابت التغير أو المعدل الثابت للتغير إذا كانت العلاقة طردية، وهذا كان أو كان طريقة لإيجاد بعض نواتج لبعض المسائل مثل التدريب الموجود أمامنا. يعمل خالد في توزيع الصحف اليومية ويتناسب إيراده طرديا مع عدد الصحف التي يوزعها، فما إيراده لكل صحيفة يوزعها؟ لدينا هذا التمثيل يبين عدد الصحف التي يوزعها خالد والإيرادات بالريال. فعدد الصحف بدأنا من الصفر ومن ثم 4، إذن هذه النقطة تكون 2، 0 2 4 6 8 10 12 إلى آخره. والدخل كان بالإيراد بالريال، أول شيء هنا فراغ ومن ثم 2، أي أن كل مربع أو كل وحدة بواحد، فهنا 0 هنا 1 2 3 4 وإلى آخره. المطلوب أن نوجد إيراد خالد لكل صحيفة يوزعها. المعلومات في التمثيل تشكل خطا مستقيما، إذا معدل التغير ثابت. ولكي نوجد الإيراد فإن لابد أن نقسم الإيراد على عدد الصحف. فلو أخذنا الاثنين ريالين، يعني كم صحيفة؟ 4 صحف، فنقسم الصاد على السين نقول 2 على 4، وبعد تبسيطها يكون الناتج يساوي نص. ولو أخذنا 4 ريالات مع 8 صحف وقسمناها فقلنا 4 على 8 بعد التبسيط يساوي أيضا نص. ولو أخذنا 6 مع 12 وبسطناها يطلع يوجد أيضا أو يظهر الناتج لدينا يساوي نص. ماذا نلاحظ على النسب بعد ما قسمنا الصاد على سين؟ نلاحظ أن النسب ثابتة، وهذه النسب طبعا حتكون ثابتة لأنه ذكر في السؤال أن التناسب تناسب طردي بين عدد الصحف والإيرادات. إذن كم يحصل خالد عن كل صحيفة؟ يحصل خالد على نصف ريال عن كل صحيفة. ولو أننا استعنا فقط بعملية واحدة لنستطيع أن نحصل الناتج، مثلا لو قسمنا 4 على 8 يطلع معايا الناتج نص، وهذا ما يحصله خالد عن كل صحيفة. طيب، اختر الإجابة الصحيحة.
يتناسب عدد السيارات المصنعة طرديا مع عدد ساعات عمل خطوط الإنتاج، إذا أعطاني معلومة أنه في تناسب طردي، أي أن المعدل ثابت، معدل التغير ثابت. السؤال: ما نسبة السيارات المصنعة إلى عدد ساعات الإنتاج؟ إذا يريدنا أن نوجد الثابت في هذه المسألة. حسب التمثيل البياني الموجود لدينا، ما هو الناتج الصحيح؟ هل هو ألف 50 سيارة لكل ساعة؟ أم هو باء 60 سيارة لكل ساعة؟ أم أنه جيم 70 سيارة لكل ساعة؟ ما رأيكم؟ ماذا سوف تختاروا لهذه المسألة؟ ما هي الإجابة؟ لكي نحل هذه المسألة حل صحيح، يجب أن نأخذ نقطة من الصاد يسهل علينا قسمتها مع السين ونحصل على الناتج. العلاقة طردية، فبالتالي نأخذ أي نقطة يكون نصل إلى الناتج الصحيح. ما رأيكم؟ ما هي النقطة الواضحة التي نستطيع أن نستعملها للحل؟ ما رأيكم لو أخذنا 120، نلاحظ 120 من ثم ما يقابلها في السين 2. 120 على 2 كم يساوي؟ يساوي 60. إذن ما هي الإجابة الصحيحة لهذه المسألة؟ الإجابة الصحيحة هي باء، والتي هي 60 سيارة لكل ساعة. أيضا في التغير الطردي 1، ذكرنا كيف نستطيع أن نحدد العلاقة الطردية بين أي كميتين. ففي هذا التدريب يريد منا أن نحدد ما إذا كانت الدالة تمثل تغيرا طرديا أم لا، وإذا كانت كذلك، أي أنها إذا كانت طردية فاذكر ثابت التغير. لدينا كميتين، كمية تتحدث عن الصور ونرمز لها بالرمز سين، والكمية الثانية تتحدث عن الثواني ونرمز لها بالرمز صاد. كيف كنا نحدد الكمية ما إذا كانت طردية أم لا؟ لكي نعرف لابد أن نقارن بين النسب ونتحقق من تساويها، أي أننا لابد أن نقسم الصاد على السين ونتحقق ما إذا كانت النواتج ثابتة أم لا. إذا كانت ثابتة فإن العلاقة طردية، أما إذا اختلفت فالعلاقة ليست طردية. إذا بداية نقسم كم على كم؟ نقسم 20 على 5، فنقول الثواني على الصور ويساوي 20 على 5. بعد التبسيط 20 على 5 إذا بسطناها كم يساوي؟ يساوي 4 على 1. الآن الخطوة التالية ما هي؟ ما هو العددين الذي نريد أن نقسمهما؟ 24 على 6، فنقول 24 قسمة 6. بعد التبسيط كم يساوي؟ يساوي 4 على 1. قسمنا 24 على 6، 4 و6 على 6 1. بعد ذلك نأخذ كم على كم؟ 28 و7، فنقول 28 على 7. إذا بسطناها في أبسط صورة، لو قسمنا 7 على 7 1، و28 أيضا على 7، يصبح لدي 4 على 1. وأخيرا 32 مع 8 نقسمهم على بعض، نقول 32 قسمة 8، و32 قسمة 8 معروف يساوي كم؟ 4 على 1. إذا في كل مرة كانت النسبة تساوي 4، إذا هل العلاقة طردية ما بين الصور والثواني؟ بما أن النسب متساوية فإن العلاقة طردية، وثابت التغير كم يساوي؟ يساوي 4. نأخذ الآن تدريب آخر. تدريب: حدد ما إذا كانت الدالة تمثل تغيرا طرديا أم لا، وإذا كانت كذلك، أي إذا كانت طردية، فاذكر ثابت التغير. لدينا كميتين، الكمية الأولى تتحدث عن العمر والكمية الثانية تتحدث عن الصف. يريدنا أن نحدد ما إذا كانت العلاقة بين هاتين الكميتين طردية أم لا، وذكرنا سابقا لكي نحدد لابد أن نقارن بين النسب ونتحقق من تساويها، أي أننا لابد أن نقسم الصاد على السين في كل مرة وننظر إلى النواتج. إذا كانت النواتج ثابتة فالعلاقة تعتبر علاقة طردية، أما إذا كانت النواتج مختلفة فالعلاقة تعتبر علاقة غير طردية.
إذن بداية سوف نقسم ماذا على ماذا؟ الصف على العمر. في البداية الصف لدي هنا 5 والعمر 10، فنقول 5 قسمة 10، وبعد التبسيط يكون الناتج يساوي نص. الخطوة الثانية، نقسم 6 على 11، وبعد التبسيط أو بعد القسمة يظهر لدي الناتج يساوي 0.54 على 1. بعد ذلك نقسم 7 على 12، وبعد التبسيط نحصل على الناتج 58% على 1 أو 0.58 على 1، وأخيرا نقسم 8 على 13 ونجد أن الناتج بعد التبسيط يساوي 61% على 1. ماذا نلاحظ على النواتج بعد ما قسمنا الصاد على السين في كل مرة؟ هنا كان لدي نص، وهنا كان 55%، وهنا 58%، وهنا 61%. إذا ما رأيكم، هل العلاقة طردية أم لا؟ النسبة ليست ثابتة، إذا الدالة ليست طردية. هل نستطيع أن نذكر ثابت التغير؟ لا نستطيع، لأن العلاقة ليست طردية. الآن نريد أن نحل مسائل على التغير الطردي. معلومة تقول أن سنة واحدة من عمر الحصان تقابل 3 سنوات من عمر الإنسان. افترض أن عمر الحصان يتغير طرديا مع ما يكافئه مع عمر الإنسان، فما عمر الإنسان الذي يكافئ 6 سنوات من عمر الحصان؟ مثل ما قالوا في السابق، فهم السؤال نصف الإجابة. دائما الأسئلة تكون فيها معلومات كثيرة، نحاول أن نفصل المعلومات لكي نستطيع أن نحلها. في البداية معلومة تقول أن سنة واحدة من عمر الحصان تقابل 3 سنوات من عمر الإنسان. هذا يعني أنه لابد أن نكتب معادلة التغير الطردي. لماذا؟ لأنه ذكر في السؤال أنه نفترض أن عمر الحصان يتغير طرديا مع ما يكافئه من عمر الإنسان. كيف نكتب هذه المعادلة اعتمادا على المعلومة؟ سنة واحدة من عمر الحصان تقابل 3 سنوات من عمر الإنسان. نفرض الآن أن سين تمثل عمر الحصان، وأن صاد تمثل عمر الإنسان، فنقول أن صاد تساوي كاف في سين. صاد الذي هو عمر الإنسان يساوي كاف في سين. عندنا معلومة أنه السنة 3 سنوات من عمر الحصان تقابل سنة واحدة من عمر الإنسان، فنقول نضع مكان الصاد الذي هو عمر الحصان 3 يساوي كاف مضروبة في 1، أي أن 3 تساوي كاف. كيف الآن نكتب معادلة التغير الطردي؟ المعادلة تكون صاد تساوي 3 سين، لأننا وجدنا قيمة كاف ب3 فعوضنا مكانها، قلنا أن صاد التي هي عمر الإنسان تساوي 3 مضروبة في السين. الآن نريد أن نحل الجزء الثاني من السؤال، ما عمر الإنسان الذي يكافئ 6 سنوات من عمر الحصان؟ لكي نحل هذه المسألة نستعمل المعادلة التي لدينا هنا لإيجاد صاد عند سين تساوي 6. المعادلة هي صاد تساوي 3 سين. نريد أن نوجد عمر الإنسان الذي يكافئ 6 سنوات من عمر الحصان. إذا كم نضع مكان السين؟ نضع مكان السين 6، فنقول صاد تساوي 3 في 6. الآن صاد كم تساوي؟ 3 في 6 تساوي 18. إذا كم عمر الإنسان الذي يكافئ 6 سنوات من عمر الحصان؟ يكون عمره 18. إذن 6 سنوات من عمر الحصان تكافئ 18 سنة من عمر الإنسان. في هذه المسألة كان الحل على خطوتين. الخطوة الأولى كتبنا معادلة التغير الطردي وفقا للمعلومات التي في السؤال، بعد ذلك استعملناها لنوجد
عمر الإنسان الذي يكافئ 6 سنوات من عمر الحصان. وإذا حلينا مسائل أكثر نستطيع أن نوجد معادلات التغير الطردي بشكل سريع. تدريب أخير، اختر الإجابة الصحيحة. أي الأشكال التالية لا تمثل علاقة طردية؟ هل الشكل 1 يمثل علاقة طردية أم لا؟ وهل الشكل 2؟ أم أنه الشكل 3؟ أم أنه الشكل 4؟ أي هذه الأشكال لا يمثل علاقة طردية؟ ماذا يميز الشكل إذا كانت العلاقة طردية؟ إذا كانت العلاقة طردية لابد أن يكون خط مستقيم ويقع أو يقطع هذا الخط مركز الأصل أو المنتصف اللي هو النقطة 0 و0. ونلاحظ شكل 1 يعتبر علاقة طردية لأن الميل يقطع المركز، وأيضا شكل 2 علاقة طردية أيضا لأن الميل يقطع المركز، وشكل 3 أيضا علاقة طردية. أما شكل 4 فلا يقع الميل على المركز أو على نقطة الأصل، إذن الشكل الذي لا يمثل علاقة طردية هو الشكل 4. إذن نستطيع أن نمثل العلاقة الطردية أيضا من التمثيل البياني، إذا كان الميل يقطع نقطة الأصل فالعلاقة تعتبر علاقة طردية. إذن العلاقات بين كميتين ممكن أن تكون طردية وممكن أن تكون غير طردية. متى تكون العلاقة طردية؟ عندما تكون النسبة بين كل كميتين ثابتة، أي أننا إذا قسمنا الصاد على السين نجد أن الناتج ثابت. طيب متى تكون غير طردية؟ عندما تكون النسبة بين كل كميتين غير ثابتة، أي أننا إذا قسمنا الصاد على السين يطلع عندي نواتج مختلفة. وأيضا نستطيع أن نستعمل التغير الطردي في إيجاد ثابت التغير ويوجد كناتج لمسألة ما. هذا ما كان لدينا في درس اليوم، شكرا لكم، نراكم بإذن الله في دروس قادمة، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.